متتبعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نتناقشوا موضوع تاع إعادة انتشار بالنسبة لسيارات الأجرة، خاصة مع انطلاق الباصواي في مدينة الدار البيضاء الخط الأول والثاني، وقرب انطلاق الخط الثالث والرابع للترامواي. واش هناك تفكير بالنسبة لسيارات الأجرة باش يدير واحد إعادة انتشار؟ واش هناك أيضا تفكير يعني في الرفع من جودة الخدمات المقدمة في سيارات الأجرة، خاصة مع المنافسة اللي ولات منافسة قوية؟ واحد الوقت كانوا في الدار البيضاء غير بوحدهم هما والطوبيس، الآن ولات فرض عليه منافسة من قبل الترامواي وأيضا من قبل الباصواي. في هذه الحلقة هذه سنناقش أيضا القضية المتعلقة بقرب ومنع التجوال تاع الشاحنات الوزن الثقيل وسط مدينة الدار البيضاء، أشن انعكاسات هذه العملية على مستوى المهنيين. من أجل مناقشة المحور الأول والمحور الثاني نستضيف كل من عبد الرحيم مراري كاتب عام الجهوي لمنظمة الديمقراطية لمهني وسائقي سيارات الأجرة، وأيضا نستضيف السير غليمي سلال كاتب العام الوطني لنقل البضائع لحساب الغير. سي مراري مرحبا بك. شكرا لك، شكرا منبر انفاس، تحيه كبيره. سلسلة مرحبا بك. شكرا على الاستضافه وشكرا على المتابعه والمواكبه. سي مراري، الان الباصواي انطلق، الترامواي هو انطلق شحال هذه وغينطلق الخط الثالث والرابع، واش تحسوا بان كاينه منافسه ولا مفروضه عليكم بشكل قوي من طرف وسائل النقل الجماعي في مدينه الدار البيضاء؟ شكرا جريدة الأنفاس، شكرا للمشاهدين الكرام. فعلا كاين واحد الاحتقان اليوم في الشارع العام، وكاين واحد تساؤلات عدة من طرف المهنيين ونقابين بطبيعة الحال، لأن الانطلاقة ديال الباصواي هنا بداية شهر مارس إن شاء الله، يعني ربما كي غتكون واحد الساحة النضالية، غتشوف يعني واحد الاحتقان كبير بالنسبة للقطاع سيارات الأجرة والنقل عامة بخصوص هذا الموضوع ديال الباصواي، لأن فعلا كاين واحد المضايقات وكاين واحد التقليص ديال العمل بالنسبه لقطاع سيارات الاجره داخل مدينه الدار البيضاء، وكتعرف ان الدار البيضاء ولا ضغط كثير بالنسبه لهذا النقل الحديث اللي ولا كنشوفوا دابا للترامواي قبل ولا الباصواي الانطلاقه ديالو، وربما باقي شطر ثالث ورابع بالنسبه للترامواي، وهذا شكل يعني شكل من المضايقات بالنسبه لقطاع سيارات الاجره. ناهيك على وسائل اخرى اللي كتشتغل يعني في الدار البيضاء، يعني وسائل النقل السري وعدد ديال الاشياء من هذا القبيل، اذا خاص ضروري وجود حلول بالنسبه لقطاع سيارات الاجره، والاهم ان خاص السلطه تشارك المهنيين ونقابين في اطار هذا النقل والتنقل بين الدار البيضاء. تفكروا في اعاده الانتشار خاصه بالنسبه اللي تيستعمل الخطوط تاع الباصواي ولا ايضا الترامواي، واش كاين شي تفكير ان تبحثوا على الخطوط الجديده خاصه الدار البيضاء كبيره تبارك؟ اكيد كاينه فكره مسبقه بالنسبه لمطبيعه الخطوط اللي كان يعني كتهيئه كنهيئه كمنظمات وكمهنيين بالنسبه للخطوط اللي ربما غتكون خارج الدار البيضاء بالنسبه للصين في الاول حسب الاقاليم المجاوره، بطبيعه الحال كيفتحوا بعض الخطوط باش يشتغلوا فيها تكون واحد الاريحيه، بالتالي ان كاين الصين في الثاني لان ولا عنده ضغط كبير مدينه الدار البيضاء ولا محدود للغايه. الصيف الثاني هو طاكسي صغيره، لان هي طبيعه العمل ديالها خاصها تكون عندها واحد المتنفس انها تشتغل. للاسف هذه المواصلات الحديثه ما خلاش يعني المجال للطاكسي انه يشتغل، اذا كنا طالبين قبل، كان السيد الوالي السابق كان عطى واحد القرار بحكم يعني توسيعه واندماج مع بعض الاقاليم المجاوره بحال مديونه بحال الرحمه يعني النواصر، كان واحد المجال للاشتغال يعني كتكون اريحيه. اليوم ذاك القرار تحبس ما بقاش، حنا ما كنطالبوا يعني، وهذا كان التفكير وكان قرار خصو يتفتح يعني القرار مع الجهات مع جهه ولايه الجهه على اساس انه يكون واحد التوسيعه ويكون واحد اندماج مع الاقاليم المجاوره، باش يكون واحد المتنفس. مادام كنقولوا الدار البيضاء الجهه يعني خصو واحد يكون عنده توسيعه، التاسيس الدار البيضاء عنده حق يخدموا عنده حق يعني يكون واحد الاندماج بيناتهم، وتكون واحد التوسيعه والاشتغال طريقه ديال طبيعه الاشتغال، باش يكون ما بقاش الضغط على الدار البيضاء بالنسبه لهذه الوسائل الحديثه اللي ولات دابا ديال الترامواي والباصواي. يعني دار واحد العمل ديال 80% ديال العمل تقلص في سيارات الاجره. ناهيك على السيارات يعني سيارات ديال التطبيقات وسيارات ديال النقل السري التقليدي، يعني ولا الضغط كبير على الطاكسي، لدرجه ان الطاكسي دابا ولا كيعاني وكيعاني في صمت، لان كنتسناو مستقبلا الا ما كانش واحد فتح واحد باب الحوار وفعلا كان يعني حل هاد الامور هذه، راه غادي يكون مشكل كنتسناو. وحتى دابا بدايه مارس يعني في انطلاق ديال الباصواي، ربما كتسنى ربما يخرجوا شي عدد ديال النقابات بعد سميتهم شي محطات نضاليه. لهذا انا كنوجه رساله غير قبل ما توجه الرساله نفع السلسله، البعض تيقول لك ما كاينش يعني مبرر لهذا الخوف ديال الناس تاع الطاكسيات، علاش؟ على الدار البيضاء كثيره، الخصاص تاع وسائل النقل الحضاري اللي هو خصاص مهول، ما غاديش يحلوا الباصواي، ما غاديش يحلوا الترامواي، دائما الحاجات بقى للطاكسيات، يعني خوف بدون مبرر.
شكرا. انا ماشي اختصاص ديالي الطاكسي، ولكن كمواطن كيبان لي بان راه الا كان الهدف ديالنا هو خدمه المواطن، طبيعه الحال الباص واي عنده واحد الطريق محدده، الترامواي عنده طريق محدده، اذا كاين مجموعه المناطق اللي غتحتاج. اول اقتراح اللي كيبان لي انا، علاش ما نكونوا على غير اربع الدول وهذيك السكه او عفوا هذيك الطريق اللي دارت الباص واي، علاش ما يستافدوش من الطاكسيات؟ ما درنا والو لا استفدنا الطاكسيات. لا الا كان الهدف ديالنا هو خدمه المواطن، تاع الطاكسي راه كيدير المواطن، وغادي يكون غير الباص واي والطاكسي، ما غاديش يكون اشكال، وغادي نحيدوا مشكل الاكتضاض اللي كاين عند السيارات، وغادي نسربيو المواطن، ما غاديش نسربيو الطاكسي، غنسربيو المواطن. ولكن دابا الترامو غادي الطاكسي ماشي الترامواي، عفوا كنهضر على الباص واي. الباص واي غادي، الطاكسي غادي يوقف الباص واي، غيولي عاوتاني مشكل تاع الاكتضاض. لا شوفي، لا الطاكسي فيما كان تيوقف. لا لا شوف، انا يعني كنتحرك في الدار البيضاء، انا كنشوف على الترامواي السكه دائما كتبقى اخاويه والجانبات ديالها اكتضاض. دونك الا كانت الباص واي غادي والطاكسيات غادي، يكون واحد النظام، هذا غير اقتراح. هذا من جهه، من جهه اخرى خاص دراسه، لان راه الدراسه راه غنرجعوا ليها في الموضوع اللي غنتكلم عليه انايا ديال الطريق الساحليه، وديال خاصة تكون دراسه قبل ما ينطلق اي مشروع، لان غيكونوا شي محطات اللي الناس، وحنا دابا تنشوفوا مثلا عير في دوره المذاكره ملي كيتلاقاو الترامويات تمايا، شنو العرقله اللي كتكون بسبب على ان محمدي الحي المحمد. واش فتحوا معكم السلطات، فتحت معكم مشاورات؟ هو اللي بغيت نناقش معك دابا، لان بدايه تاع التجربه تاع الترامواي، يعني في الخط الاول للترامواي، كانت مفاوضات، كان الحوار، كان نقاش، بان اصحاب الطاكسيات غيبقاو خدامين، ما كاينش اللي غيزعجوا الان حاليا. شكرا. فعلا كان نقاش مع النقابات، ولكن للاسف ما كتكونش استمراريه ديال النقاش والحوار مع النقابات، لان مادام النقابات يعني كيمثلوا هذا القطاع النقل بصفه عامه وقطاع سيطره خاصه، خص ضروري مشاورات ونقاش في هذا الموضوع، ومشاركه ديال المهنيين في اي مشروع يكون. حنا ماشي ضد المشروع ديال الدوله، راه حنا بغيناه، لان كنت تطور مشمول الحمد لله، هذا الشيء بغيناه، مي خص ضروري مشاركه مع النقابات، لان عندهم ما يقولوا في قطاع النقل، لا في سيره الاجره ولا في جميع انماط النقل. اذا هذا كان نقاش في الاول، وما كبوش معنا. اذا الدور ديال مجلس المدينه اللي خصها دائما تفتح حوار، وحوار مشترك مع الهيئات النقابيه، وحتى مع المسؤولين، على اساس باش نكونوا نعطيو حتى حنا اقتراحات ديالنا، لان الضغط اللي كيكون عند المهني راه كيتحملوا النقابات. اذا هنا خاص الدوله ومجلس المدينه، خاصه كنكون مجلس المدينه سد البيبان ديالها، ما كتشاركناش في حوار، ما كتشاركش في المشاكل. اذا خاص ضروري قبل ما يبدا المشروع ديال الباص واي، خاص على الاقل بعدا يناقشوا مع النقابات اشنو الضرر اللي غادي يلحق بينا، اشنو المشاكل اللي غنلقاو، اشنو كذا. الدوله باغات تمشي المشروع ديالها وتنجح المشروع ديالها، ولكن ما غاديش واحد الطبقه كبيره ديال المهنيين ديال سيطره الاجره غياكلوا العصا في هذا المشروع. كاين سيطره الاجره حاليا في الدار البيضاء؟ كاين تقريبا واحد 9000 سيطره الاجره بالنسبه للصيف الثاني، 7000 بالنسبه للصيف الاول، اذا تقريبا واحد السيماسيون ديال 18000 ولا 17000 ديال ما بين الصيف والصيف، كلهم غنديروا اليوم، غنديروا هذا الصيفين هادو. اذا غيولي ضغط كبير بالنسبه للدار البيضاء، اذا خص مجلس المدينه توجد لنا حلول عاد يمكن لنا ندوزوا المشروع. راه ما يمكنش اننا نمشوا هذه الشريحه من المهنيين، راه صعيب الحال. بالتالي اننا كاين مشكل مع مجلس، انا كنقول مجلس المدينه بالدرجه الاولى، لانه هو اللي كيدبر الشان ديال الدار البيضاء، وهذا مساله مفروغين منها، خصنا يعني نحطوها بالاعتبار. للاسف منذ تعيين السيده العمده ما يمكنش حوار جاد وبناء من مدينه الدار البيضاء. كنشوفوا الطرقات، الطريق ما شارشي الغنيمي، الطرقات اللي داروا دابا الطريق العادي اللي كتمشي مثلا بجانب الباص ولا جنب الترامواي، كلها فقدوا الوسط. ومستعملين الطريق هنا كيلقاو مشاكل، هنا كيصبوا في حوادث سير. اذا هذا الشيء طرحناه اليوم بعد الاجتماعات اللي كناهم، ان القوات الوسط من 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 سميتو من الطريق اللي هي فيها جميترون وصلوا جوج متر، والباص ياخذ واحد العجز كبير ديال الطريق. اذا الطريق دار الباص والترامواي، اذا مستعملين الطريق وسيره الاجره راه كارثه. الاقتراح اللي كان جالسين غنيمي اقتراح معقول ومنطقي، ربما المراجعه فيه ان سيطره الاجره مادام كتنقل الزبون، حنا كيهمنا ان المواطن يوصل للعمل ديالو، يوصل للمسائل ديالو، ولا هذا خصو نديرو له واحد المسار ديالو اللي خصو يمشي فيه، يعني بدون عرقله. وهنا غادي نحاولوا نسهلوا عمليه المرور وعمليه السروره ديال الطريق. اذا هذا مشكل. الجانب الثاني وهو ديك المحطات اللي دا واحد الحيز كبير ديال الترامواي والباصوي، المحطات ديال الطاكسيات اللي تمت الازاله ديالهم، اطار اشغال ديال الترامواي والباص واي. طالبنا بعد المحطات انهم يتحطوا، هذا دور ديال مجلس المدينه، دائما خصو يتفتح حوار بناء وجاد مع مجلس المدينه ومع السيد الولي جاي الله التحق دابا بالولايه. كاين كنشوف واحد التغيير جذري، ولكن خاص ضروري فتح حوار مع الهيئات النقابيه
باش نعطيو حلول عندنا في جعبتنا ما يتكال في هذا القطاع سياد أجرة وفي النقل عامة، لأن خص استراتيجية الدار البيضاء ضروري المشاركة مع الهيئات النقابية ضروري، لأن كاين اقتراحات حاطينها وكاين مثلات حنا كمكتب جهوي يعني كتنسيق جهوي حاطين مقترحات ديالنا ودقنا باب السيد باب الوالي جهة باش حنا نعطيو حنا اراء ديالنا في الدار البيضاء لا في سميتو في غير الحاضره لا كذلك في الطرقات اللي كنشوفوها يعني سميتو في الميدان. يعني هذه المسائل كلها خصها تفتح باب حوار مع السلطه باش نقدروا نعطيو حتى حنا البصمه ديالنا ونعطيو حتى حنا اقتراحات ديالنا. بالنسبه لك شنو قدمتي اقتراح الاول تاع يعني يتم استغلال المسار تاع البصمه، ولكن شنو الاقتراح ديالك يعني بالنسبه لي يعني قضيه اعاده الانتشار بالنسبه للتاكسيات في مدينه الدار البيضاء؟ هو قسم حسابين مثل الخطوط ديالهم في ظل هذه المنافسه ولا يفتحوا خطوط جديده؟ انا كما قلت لك راه ماشي اختصاص ديالي الطاكسي، ولكن غنجاوبك لان بالنسبه للطاكسي الصغير هو منتشر عنده انتشار كيمشي في المجال الخطر، ولكن بالنسبه للطاكسي كبير هو فعلا خاص تنظيم المحطات، لان شار لها السي الميراري كيتصيبوا محطات، ولكن هذه المحطات ماشي غنسموها اعاده الانتشار لان انتشار عشوائي ده. انا بنظر ديالي عشوائي، كل واحد يدير لا اللي بغى، خاصهم يداروا محطات ويطراع فيهم المحطات ديال الباص والترامواي. هذا هو اللي بدون السؤال دابا، حيت كاين فاش نهضروا غادي نبينوا بان يعني الخطوط تاع الترامواي والباص راه مغطيه جميع الدار البيضاء، علما ان كاين شي مناطق لو بغيتي توصل غير محطه تاع الباص ولا الترامواي راه خصك تشد عاوتاني طاكسي. علاش هاد الطاكسيات الكبار اللي عندهم هذا المشكل ما يستغلوش هاد المراحل؟ خدنا مثلا جيل اللوز، خدنا مثلا الهلاوي، مناطق اللي بعاد على الباص وبعاد على الترامواي يتم استغلال دوم من طرف اصحاب السيارات. هو اللي غنقول لك هو سؤال موجه لك وموجه للسياره. لا انا غنجيك باختصار، هو سي الميراري قال فتح باب الحوار وتكون واحد الدراسه ويكونوا فيها المهنيين. راه الا ما كانتش دراسه ما بين مجلس المدينه وما بين النقابات واللي المهنيين بصفه عامه، راه ما عمرنا غادي نوصلوا لهذا الشيء. لان كيبقى كل واحد كيدير داك الشيء اللي بغى، لان المجلس المدينه او الناس اللي كيدير يعني ضروري كل حوار مكلفين بالسير والجوله كيشوفوا غير من بعين واحده، المهنيين كيشوفوا بعين اخرى، ولكن خاص واحد الاجتماعات وواحد الحوارات باش نوصلوا لواحد النتيجه اللي ترضي المواطن، حيت المواطن هو الحلقه المهمه في هذا الشيء كله. هادشي اللي نظر سي عبد الرحيم شنو؟ صحيح ضروري خاص نقاش جاد مع الجهات المعنيه ومشاركه في الهيئات النقابيه بطبيعه كمهنيين، لان كنعرفوا شنو كيروج مثلا الدار البيضاء. واحد النقطه كنشير لها السيد نائب العمده بخصوص يعني الترامواي الباصواي، كاين وسائل النقل تكميليه ربما غتخرج وهذيك هي اللي غادي تفيض الكاس على المهنيين. وسائل تكميليه بمعنى الميني بيس، بمعنى مثلا تنزل من الترام والورقه ديال الترام تقدر تركب بها في الباصواي، يعني غتزيد طينه بله. وكاين ديال التذكره الموحده كاينه في جميع الدول العالم. بالنسبه للدار البيضاء التذكره الموحده، ولكن خصنا نشوفوا يعني قطع سيت اوجا خصنا نشوفوا لي هو الجانب ديالو، ماشي الا كانت تسعيره وحده بطبيعه الحال مزيانه للمواطن، ان المواطن يستفاد منها، ولكن نشوفوا على الاعتبار المهني، كتعرف هذه المادات محروقات وكتعرف الاكراه اللي كيشوفها الشمع الاجتماعي ديال المهني، حتى هي راه مساله مهمه خصنا نشوفوا على الاعتبار، ماشي نشوفوا على الجانب اللي مشروع ديال الدوله. اي انا بغينا مشروع الدوله، بغينا الانجازات للبلاد مزيان، ولكن الجانب ديال الاجتماعي والجانب اللي كتشوفوا يعني قطاع سيت اوجا حتى هو نشوفوا الجانب ديالو. بالتالي ان المحطات حنا دابا كنصبوا في المحطات ديال الباصواي والترامواي بواحد النموذج اللي هو زوين، وما فكرناش ان في الجماعات اللي قبل اللي ريحنا معاهم مع مجلس المدينه ومع المدير العام لاميناجمون ديال الدار البيضاء على اساس انهم غيهيئوا لنا محطات نموذجيه بقطاع سيت اوجا. لا يعقل ان ما عندناش محطات نموذجيه في الدار البيضاء. احنا فكرنا في الترامواي وما فكرناش في المداخل والمخارج الدار البيضاء، لان خصهم يكون عند محطات مرافق صحيه كذلك بامن مسائل غير ذلك. المواطن اللي فكرنا فيه غنفكروا في جميع الجوانب، لان يعني كيجيو في جوانب الدار البيضاء وكيوقفوا في المحطات اللي كتجيب الجوارب ديال الدار البيضاء في مدخل الدار البيضاء، يكونوا تحت محطه مدرقه فيها فين يستاهل في المواطن، وكذلك باش يلقى فرصه انه يركب الترامواي ديالو. ما كاينش محطات في الدار البيضاء نهائيا، رغم انهم كيوعدونا ما كاين حتى شي حاجه. اذا هذا مشروع خاصنا نفكروا فيه حتى هو كذلك، الدوله ومجلس المدينه خاصها تفكر. لان هذا الدور ديالها. رساله كتوجهها للرساله. رساله كنوجهها للسي الوالي انه يفتح باب الحوار مع المهنيين، لان الدار البيضاء هذه الدار البيضاء هي القاطره ديال المغرب، وخاصها تكون عندها نموذج للمغرب كامل. كما كنشوفوا بعض المدن الصغيره كنشوفوها انها منظمه في المحطات ديالها استراتيجيه ديالها. اذا الدار البيضاء هذه حنا مادين المساعده للسي الوالي جهه مشكور على العمل اللي كيقوموا به، كاين تغيير كنشوفوا تغيير جذري.
والدور اللي غدير المجلس المدني او الدور اكبر للمجلس المدني جميع اختصاصات هي مجلس المدينه، لا في رخص الثقه ولا في البطاقه البيومتريه، اي مشروع كيتشرف عليه مجلس المدينه. ولهذا خص تفتح باب الحوار وتاخذ لقاءات مع النقابات باش يعطيوها اقتراحات اللي منطقيه ومعقوله وعندها استراتيجيه عند بعد نظري ان شاء الله مستقبلي في مدينه الدار البيضاء، لان كتعرفوا الاكراهات ديال القطاع كيعرفوا المهنيين وضروري المشاركه في اي مشروع غتجيبوا الدار البيضاء انها تشارك المهنيين. شوف المحور الثاني هو الكره، دابا عندك في التيران ديالك السلسله، البعض تيتحدث ان الشاحنات الوزن الثقيل ما خصهاش تبقى تدور في الدار البيضاء لان هي اللي تتساهم في الاكتظاظ وهي اللي ديالها مشاكل على مستوى السير والجولان، شنو رايك؟ شكرا. شكرا بزاف على هذه النقطه، لان هذه النقطه ثارت واحد الجدل كبير، ومع الاسف كاين واحد الخلط ما بين المشروع ديال الطريق يعني الساحلي وما بين منع الشاحنات، لا علاقه لهذا بهذا، فغنهضروا على نقطه بنقطه. بالنسبه للطريق الساحلي، اولا هو مشروع معطل، ونشكروا السيد الوالي لانه جا بواحد الديناميه جديده وحرك هذا ذاك، ومع الاسف ان ملي جا للطريق كانت بعض المبررات بان كاين رفع الملكيه من اجل المصلحه العامه وكانت هذه، ولكن ملي جا السيد الوالي باش يحل الطريق فكنت تفاجئ ان الطريق بقى ما كملاتش. هذا على مستوى لحد الان راه الاشغال يلا خدامه على مستوى المحمديه، يعني الطريق بقى ما كملاتش. هذا من جهه، من جهه ثانيه هذا الطريق هذه ما طرعتش فيها واحد الامور تقنيه، فكنعرفوا بانه ما عندناش حنايا شي منفذ بالنسبه للاورغابار، يعني السلعه اللي كتكون عاليه وعريضه من غير هذاك المنفذ هو ديال تخرج من المرصاد تمشي للمحمديه. فكنشوفوا انهم داروا الضوء ما راعوش الاورغاباري، داروا الضوء ديك ديال الاناره ما راعوهاش، دونك حنا نقص استثنائي نهار اللي غادي يكون شي حاجه شي اونجان اللي كبيره خارجه غادي توقف في الباب 6 سيمانه تسنى باش يعاود يحيدوا الضوء كله تيخرجوا هذيك وعاوتاني يرجعوا الضوء. انه هنايا شي حاجه شي حاجه غير معقوله. اما بالنسبه للطريق في حد ذاتها هي بادره طيبه وكنا كنتسناوها شحال هذا، ولكن ما يتمنعوش الكاميونات لانه الطريق بالنسبه للناس اللي غاديين في هذاك الاتجاه اهلا وسهلا. بالنسبه للعوده كنتفاجئوا انه في البدايه ديالها على مستوى عين السمع كنتفاجئوا انا بالبليك ديال المنع، مع العلم ان الناس يعني غفلات بان الشاحنات اللي داخله ماشي كلها متوجهه للميناء، اللي متوجهه للميناء راه اوتوماتيكمون، ولكن باب الخوفات المسائل التقنيه ما تشوفش ان المشكل تاع شاحنه الوزن الثقيل خالقه مشكل على الملف تاع شاحنه الوزن الثقيل خالق مشكل على مستوى مدينه الدار البيضاء. هي بعض المرات هي اللي تتسبب الوقوف تاع شاحنه الوزن الثقيل تاخذ واحد المسافه طويله، على مستوى الباركينغ هي تتسبب في مشاكل. باش نكون معك صريح، كاين اكتظاظ في الدار البيضاء في المدينه، كاين حوادث كاين مشاكل، هذا حق، ولكن ملي كنربطوها بقطاع نقل البضائع او قطاع الوزن الثقيل كنقول لك هذا نقول لك حق يراد بها باطل. الاكتظاظ كاين ولكن لا علاقه للكميات به. دابا كيتروج في الوسائل الاعلام بانه منع الشاحنات من ولوج مدينه الدار البيضاء، المدينه كمدينه ما تيدخلوش لها الشاحنات دابا. كتشوفهم في الشاحنات؟ لا كتشوف شاحنات يعني حالات خاصة. درب عمر مثلا؟ درب عمر ما كاينش بديك الطريقة، ملي تمنع درب عمر ما عنديش مشكل. ما عندناش حنا كنهضر كمهني، ما عندناش مشكل اللي تمنع درب عمر، ولكن ملي كتلقى مدينة كمدينة الدار البيضاء اللي مدينة اقتصادية واللي فيها أحياء صناعية من كتبدا من روشنوار حتى عين حرودة. في الاتجاه الاخر كاينه عين البرجه، كاينه طيط من الليل، كاين التشارك، يعني كلها احياء صناعيه وكتجي انه بكل بساطه كيتمنعوا الشاحنات. حنا ملي كنهضروا على مثلا على مواد استهلاكيه في المحلات كذا وكنقولوا كمينات صغار مرحبا وهذه خدامه كاينه، ولكن ملي كنهضروا على حي صناعي راه كاينه مواد اوليه، كاينين اطنان ديال السلع كتفرغ، يعني لا يعقل كانت تجربه في الرباط
مرحبا وكانت ناجحة، ولكن مدينة الرباط راه ماشي هي مدينة الدار البيضاء. إذا دول المشاهد سعد الرحيم، مدينة الرباط نجحت في هذه المسألة، مدن أكثر الدول في الدول الأخرى يعني شاحنات الوسط التأخير تجوش وسط مدينة الدار. علاش هذا الغضب بالنسبة للمهنيين تاع النقل المطارح؟ واش شاطروا هذا الغضب؟ سبق سي الكاتب عام وطن ياسين غنيمي وقال لك بأن البيضاء مدينة اقتصادية لأن فيها مصانع كثيرة، فهمتيني؟ الإشكالية كاين بعض المصانع داخل مدينة الدار البيضاء، هو اللي خلق المشكل، بحال كوزيمار، بحال عدد ديال المصانع كاينة في حي الصناعي في الدار البيضاء. إذن إلا غندير واحد البروجي كان كيكون تفكير مسبق فيه، نعطينا دابا عطينا واحد المسار اللي هو من باب واحد الباب ستة على أساس يخرجوا الشاحنات تما، ولكن داك الباب ستة فين غيمشيو ديك الشاحنات؟ يعني كاين الحي الصناعي هو على مستوى البرنوصي، كاين مثلا المسار اللي يخرجوا فيه لطريق أخرى، ضروري خصهم يخرجوا، يعني الشاحنة ضروري تخرج، باش دير لهم واحد التوقيت ديال الليل متأخر. كتلقى الشركات مزودين وكتلقى زايدين اي كاين اشكال. اذا كان خص دائما كنبقاو دائما المشاورات مع المهنيين قبل ما يدير بروجي باش يعطيوك حتى هما يعني التصور ديال المستقبلي اللي غتكون يعني السيروره ديال نقل البضائع، يعني غادي واحد التوجه ديالها. حنا صورنا واحد المسار مزيان، ولكن المسار اللي غادي يخرجوا منه دوك الشاحنات غادي يخلقوا نفس المشكل اللي كان تما، حولنا داك العرقه اللي تما ودرنا في جهه اخرى. هذا غيبقى دائما غيبقى المشكل. هما تيهضروا على رخص استثنائيه بالنسبه للشاحنات الوزن الثقيل. هو فين ساليت الاخ ديالي؟ ساليت بالنسبه للتجربه اللي دارت في الرباط. الرباط ماشي هي مدينه الدار البيضاء، ما تتلقى حالات خاصه اللي كتضطر ان الشاحنه، ها الشاحنات ديالنا تيمشيو للرباط وكياخذوا لوتوريزاسيون، كتحدد لهم طريق خاصه ووقت خاص وكيليفريو وكتكون الامور كتدوز. وعلاش الدار البيضاء؟ الدار البيضاء لا يمكن اننا نعطيو الترخيص للحالات العامه، كنعطيو الترخيص للحالات الخاصه والاستثنائيه. يعني العامه هو ان العامه هو انه تقريبا واحد ثلث ديال الدار البيضاء هو احياء صناعيه. ولان الا جينا نهضروا من روش نوار، كاينه ميناء جاف ديال ميطا، كاينه كوزيمار، كاينه خمسه ديال المطاحين، كاين واحد ليمياد اللي هاد اللي كتستقبل الا ما خفش نبالغ كتوصل حتى ل 5000 شاحنه اللي كتدور في هاد الاحياء الصناعيه. بغض النظر على الميناء، لان كما قلت لك في الاول ان الناس اللي داخلين الميناء راه ما غادي يتردوش، ما غاديش يتردد باش يستعمل ديك الطريق وما يجيش هو الاقتضاد، لانه شكون الضحيه الاول في الدخول للمدينه؟ هو السائق، لان كيعاني الامرين ملي كيدخل تما. لا يعقل ان غير ميرسوا لهذا القيد، ولكن ملي كيكون مفروض عليه هو انه يجي لواحد الشركه ولكن كيتفاجئ باننا غنديروا المنع. احنا كمهنيين راه ما تندافعوش على هذوك الناس، وهذوك الناس عندهم اللي دافع عليهم وعارفين شنو غيديروا، ولكن ما نكونوش احنا ضحيه، لان ملي غتوقع واحد الموفمون ماشي هي هذيك كنقدروا نتخربقوا حنا ونوقفوا واحد المده. احنا اغلبيه ديالنا هي مقاولات صغيره وصغيره جدا، يعني اي وقفه كتاثر فينا. دونك هذا الموفمون هذه ديال المانع وديال هذا سميتو يعني غادي تكون سيدي. هذا الشيء اللي تيقول السي عسيري ما تنشوفش انه من الصعب يعني تنزيل هذه القرارات. وا اي حاجه كتبغي شويه الوقت، شويه الوقت، وكتبغي يعني تصور اخر، لان خصنا البديل. حبسي واحد سميتو كاين بلوكاج، ملي كدير بلوكاج يعني خصنا نفكروا عاوتاني، باش نفكروا عاوتاني خصنا واحد المده طويله. والدار البيضاء كتعرف حنا هي مقبله على انجازات يعني كرويه مستقبليه ان شاء الله، خصنا ضروري اننا نسارعوا بالوتيره ويعني ونحقوا داك يعني داك الانجاز ديال المغرب. اذا انا كنرجعوا ليا من المشاورات يعني المهنيه ونوجدوا حلول، لان فعلا كما شار السينغونيمي كاينه مشاكل. المشاكل اللي مطروحه دابا حيا بالنسبه للشاحنات هما الشركات اللي باقيين متواجدين داخل يعني الحياة الصناعية، أكثر وهي اللي خلق المشكل دابا. كون كانت الحياة الصناعية دير لها واحد الزون ديالها بوحدو على برا ما لقاوش إشكالية، دابا ضروري خص ديك الشاحنة اللي خاصنا نحول الحياة الصناعية. حول الصناعية تتحول هي هي الوسيلة الوحيدة أنه نقدروا يعني نحدوا. إلا سمعتي سي عبد الرحيم، هو كان عندنا مشكل في يعني على الخروج ديال الشاحنات، وكانت دارت واحد الضجه وعدونا بطريق ساحليه وفعلا وصلت. وعلاش هاد الطريق الساحليه دارت؟ لان الميناء ديال الدار البيضاء تحط في واحد الوقت اللي كان داك الشيء باقي الامور باقي صعيبه. امور دابا الدار البيضاء كبرات، الميناء ولا يعني عليه الضغط، ولا لقاو الحل. راه اي حاجه عندها الحل، ولكن الغريب هو انه كنتسناو في الطريق ومرارا كنطالبوا بالمحطات اللوجستيكيه، كنطالبوا بلي باركينغ ديال الكاميوات. فاذا بينا كنتفاجئوا بان الطريق
قريبة تحل، ما غاديش نقول تحلات رسمية. فين هما المحطات اللوجستيكية على مستوى زناتة وعين حروضة؟ فين هما لي باركينغ ديال الكاميوات؟ الجنبات ديال 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 الميناء كلهم كاينين دي باركينغ، هادوك الكاميوات فين غيمشيو؟ حنا ماذا بينا يقولوا لهم من غدا سير، ولكن فين غيمشي؟ بين قوسين لاين بي كتقول باننا درنا واحد لي باركينغ ما كافينش. واخا واخا باش نختموا الحلقه، واش في ظل هذا الشيء اللي تهضر عليه، واش فتحوا معكم تما مشاورات لقاءات ولا بحال قد شكيت عقاب سياسي باقي؟ لا لا، باش ما نكونوش حنا بالنسبه لاين بي يعني الوكاله المستقله لاستغلال الموانئ دائما فاتحه الابواب ديالها، السلطات المينائيه كلها فاتحه الابواب ديالها، ولا كيسمعوا لكم كيتصنتوا الاجتماعات وكيخوضوا بالاقتراحات ديالنا، ولكن المجلس المدينه كيخوض قرارات انفراديه كنقولها، لانه حنايا راه رسمنا الولايه، لان مجلس المدينه تيخوض قرارات انفراديه، ومع الاسف كيتروج بانه راه هما الشاحنه سبب الاكتضاض وسبب يعني الحوادث باش يمشيو البروجي ديالهم. هنا غنرجع للنقطه ديالك اللي قلتي الاخرى، واش من الصعب انه يتنزل؟ لا ماشي من الصعب، ممكن يتنزل. اول حاجه هو انه يمشي للطريق الساحلي ما يتحبش الباب 4 مؤقتا، حتى يمكن لينا نعرفوا كيفاش غنعالجوا، يمشي تدريجيا كيفاش نعالجوا هاد الامور. كاين بعض الشوارع راه من الصعب والصعب جدا انها تمنع، شارع مولاي اسماعيل وشارع مولاي سليمان راه من الصعب باش يتمنعوا، لانهم كيربطوا الاحياء احياء صناعيه بالمداخل ديال الدار البيضاء بصفه عامه والميناء. اما بالنسبه للسكني احنا ما كنعترضوش على المدينه كما كيقولوا وجوههم منع من المدينه، احنا ما غنبغيش ندخلوا المدينه وحنا ضحيه ديال اننا ندخلوا المدينه. سيدي شكرا جزيلا على بارك الله فيك. شكرا سي عبد الرحيم، شكرا شكرا لك، تحيه لك. شكرا تبعي قناه الفاسبريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كاسيتي.